الحاج كلوف. الحاج كلوف حلقات يكتبها أحمد خير الدين ويخرجها حمودة معالي. سي الحاج، يا سي الحاج. نعم يا ودي، ايجا انت مدغور فين؟ ايجا هاني هاني هاني. ايش تحب؟ ايجا خشي عليك وما عادش وقت. الله يبارك. اشنو اقول لي يعني؟ ايش تحب باش نقضي لك؟ ماك في علمك اللي بنتك ونسيبك اليوم جايين باش يتعشوا بحذان؟ اي عاد ايش بيه؟ ايش باش نعمل لهم؟ يا اخي هما برانيات، ما هو وجود بالمجهود. شنو وجود بالمجهود؟ معناه محضر ومستر. يا اخي بنتي ورجلها باش يتكبروا على ماكلتنا، ما هم يعرفوك وحدك. ولا تحب نمشي نجيب لك طباخه وحلوانيه باش يحضروا لك عشاء لله وسيدي؟ مليح. اياش تحب نطيب؟ تحب ندبر عليك؟ اعمل لنا فايه محسوم دلل من يديك الملح، نحبه بالك عاب تركي تركي ويكون متفح بالقروصة شوية، وشكيشكة بعظيمة وقديدة، والفلفل والطماطم توافال شكشوكة تتكلم في بكمك الحسبة. وكان تحب زيت حاجة أخرى؟ ويا رب يرضاك. شنو اللي باش نعمل؟ كان عليك حتى ظهرت صناف كناف. قل لي هذا رأيك ولا مازال منه؟ يا أخي هما ما عندهم ما يأكلوا في دارهم، جيبوهم لهوني باش تقولهم قلوبهم بالحصو وشكشوكة. عاد هكلي مزال دبر راسك مال. ما ثماش ندبر راسي، ثم هز توا مرزوق معاك واخرج قضي لي قضية هايلة من يديك المليح وابحثوا ما تخلينيش نستنى فيك هكاهو. قضية هايلة بربي، اخرج انت اقضي القضية الهايلة وورينا ذراعك. هشخاني فيك هنا نقضي؟ علاش لا؟ وشنو اللي ما زلت ما عملتوش؟ ولا ما زعيمة الا بعد المغرب تحط لحتك فوق راسك وانت يا خضرة وين ولفت ودي من دار لدار؟ شنو فرصيتك ليلي؟ اخرج كمل، اخرج في النهار يبكر اللي تعرفه انت اكثر من اللي نعرفه انا. عاد كمل اخرج ميل واستعدل وروح بالقفة مهيلة مكيلة. ولولا والاخرى انا ما زلت النجم نعاشر العباد والنجم نقضي، يمكن روح بالقفة فارغة ولا شكون يعرف عليه. عاد اش نعملك بحياة راسك انت؟ ما قالوش الرجال باركة في التراكن ونساء ترحي في السكاكن. برا يا سيدي برا، عايش كيزي يهديك نهار راح، ما تزيش تضيع علي الوقت. مليح يا الله لا يعطينا ما يغلبنا. قول ايش تحب واعتقني. مليح، جيب لي كيلو لحم غنمي ورطل بقري ونفس رطل لحم مفروق وشوية حوت للشربة وثلاثة ولا أربعة كعيبات مرقس وشوية زوي وفالك المرقاز. أي وفيق والقديد وفاق وفيق. عاد اشنيها عاد انا مازال كيف عملناها بقبر رمضان؟ ايش نعملوا عاد؟ خدتك شوية كبدة ورواح ولية وتجيجة هكا على قدها متوسطة. هذا يا قلم اللحم ما زلنا ما وصلناش إلى الخضر والغلال وغير ذلك. يبدأ يلا استناني عاد نقيد عاد باش ما ننساشي. قلنا اللحم بقري صحيح ومفروق، واللحم غنمي يكون جيق وحسن هكا لله، وحوت أنواع شيء للشربة وشيء للكوشة كيف تحب. وإذا ثم حويجة باية للقليان لا بأس، ما ومرقاز للشكشوكة لازم،
والزوايد كبدة ولية ورواح وكلاوي وطريف قلب معاهم. هذا ما لازمين الطاجين الملسوق، ما هكا مش هكا. فهمت فهمت فهمت. توا جاء دور الدجاجة المغناجة ولا سردوك المهلوك احضر اجله. ها الحليمة توا عاد بعد ما عملت تجريدة انواع اللحوم والاسماك. اش تحب اخو؟ ماك تعرف حد اش يلزم الخضرة؟ جلبانة وكلافز ومعدنوس. هي حقا سيت سيت، ما قلتلكش على رويس غني للهرجمة والمخ للعجة واللسان للمثاومة. اي وما تنساش هي حكة فقاع حكة جنوي بنتك تحبها وتموت عليها، وسي عبد القادر زادة يحب الفقاع. وانا خذ لي شوية فول اخضر ليانة، اما بشرط يكون جيد ياسر باش نعمل منه طبيخه هايله من يديك المليح. اوف ظهر سيادتك، اما ناويه تحل حانوت طباخ ولا ماشيه تعمل عشاء عرس من عروسات ناس زمان؟ ايه فكرتني فكرك في الشهاده. انا شهاده بربي ما تنساش الطماطم والفلفل الشكشوكه. اه مليح. وين القفاف اللي باش نقضي لك فيه؟ مرزوق يا مرزوق. نعم. ايجا فيسع ايجا. نعم. جيبك زوز قفاف ويجا باش تمشي مع سيدك الحاج ترجع لي القضية. او زقوقو امي تهرسو. انا ما نجمش امسي اكذي اذا هرس، امسي اكذي اذا هرس قدس مني انا. اي اخرج يرك مهرش البس تصلح ماله. انا كل واحد فيها دار عامل نفسه انكشاري يا سيدي. ما قلت كان انا قل شهر رباط وعد الله. هيا فيسع فيسع جيتشي. هيا هيا الكفاف. هيا هيا فيسع ما تبطاش. سمعت يا مرزوق؟ مالي خليش يبدا يا سي الحاج عايش. هيا هاني يمشي. اوه سيد بالكل سنة خلت عليه. تناديلك يا سيدة هتناديلك. شكون هي؟ ليلى. ها ليلى دق. ليلى دق تبعلوها مرزوق. يا مرزوق اش تحب تناديله؟ فيسا يا مرزوق كل سيدة اش تحب وقل لي. قل له الغلة، قل له على الغلة. قالت لك علة. شنو هو علة؟ ليه ليه غلة غلة يعطيك علة تعلك وستة تبلك. هيا وفيش مركاكة. هيا هيا هيا. اشنو اللي يحبو؟ كلا كلا كلا. شنية هذي كلا؟ ها ايوا برقدان ومدالينا وبسباس وموز وتفاح. هذه الكلة بتاعك. هيا باهي توا فهمت. توا فهمت الحمد لله عليك اللي فهمت. هيا امشي معاه. هيا تحرك تحرك. هي يا اخويا جيبولك مثل ليه هذا واقف كيف الوحده في باب الرزق. مرزوق وينك؟ انا وينك؟ انت ديما تجاني ديما تجاني ديما تنزل. هذاك هذاك شنو هذاك؟ هذاك رايب. اي هذاك رايب وبيع لبن الزبده وبعد الزبده وزبن. هيا نمشي له. السلام عليكم. السلام عليكم. وين ام الحنون؟ وين ام الحنون؟ وعليكم السلام. اش حاجتك يا بابا؟ لا بس شنو يا اخي ثم حنوت حجام عندك الداخل؟ لا لا بس يا بابا. يا اخي ثم شكون يحجم لك في المقصوره ولا تحجم وحدك؟ لا سيدي ما يحجم لي حتى حد. والله هكا كبريت وجهك بالصابون تخيلتك هكا بلحيه بيضة وتفكرت عزيزي الله يرحمه كان مدب في كتاب الزرس وانت طويل العمر، اما كان الله ينعمه فلت له شويه وكنا احنا نعمله فيه. يا بابا توا خرجتي من المقصوره وانا وجهي بالصابون باش نحجم لحيتي وتخليني واقف قدامك باش تحكي لي على عزيزك؟ ايش يهمني منه انا عزيزك؟
ايا قل لي ايش تحب بابا. من فضلك ما زيدش تعطلني ترى. هدي هدي هيا حانوت الحجام مقابلتك. علاش علاش هالعذاب اللي تعمل فيه؟ هذا الكل حذاق على اربع سور دي باش ما تنفعش بيهم جارك. ملا هو الوش حل حانوت وعامل معون ويدفع في باتيندا ويخلص في الضو ويشري من عندك في الزبده والبن فلا ايه ايه وهات من هلاوي. لا 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 سامحني هذه كان حذاقه ياسر، كان حسد وبغض لجارك ياسر، وكان قلت معروف وعدم انسانيه ياسر. الحق الحق يا بابا، صلي على جدك واذكر اللي ما ينساك. يا اخي جاي بالذمه باش تفوح فيا وتسمعني الكلام. اي قول لي ايش تحب، خنسقدك ولا سامحني ترى؟ اش اش نخليك نخليك هكا تهبط وجهك قديده. شو 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 يا اخي، ما عندكش مرايه يعملت حتى عقاب شقفه في حانوتك؟ ها تفرج كيفاش دب خدك ودمك سايد. يز يا راجل بلا نتونه بلا حذاقه وامشي كما الحجم في حانوت الحجاب. يا هذا يحسب صاحبك يمكن يعاملك بشتر الحق. أي تعديتش من قدامي خير لك يا اخويا. اش بيك اش بيك دخلت يا اخي؟ نفختنا ما عجبناكش. هيا مرزوق هيا، هذا السيد هذا شبعان ماهوش لاهي بالبيع والشراء. هو عادي يحرقص ويدبغ ويحجر حتى هو كانه يقرقش في الكرشه، وجهه كانه كرشته ملوره. هاو حلمو ربي من حق اربعه وقشبن ودورو كبار وليمو خليه في رقبته حتى يوفى من تبان وجهه اكل مسوي. اي 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 تعديتش من قدامي خير لك توا. اي ولا 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 ايش مش تعمل؟ هذا فك ولا ايش مش تعمل؟ فك يا زينة من العرك. اي صح عندك فيه. اي بر ولا توا تعب بقدرك والله توا مفهمك كيفاش والله سي ياسر. اي 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 مرزوق اي نفخه هو وجبنه ورايبه. ايش عندنا فيه؟ برا يا بابا يشعل بلاك على غير يدينا برا. اي اي اخزر لي مليح. ما شبك ما شبك يعطيك ورش كيل زيد اخزر لي ما اقبحهم لا يسلم منهم لا الطاير ولا النجم. شوف شوف هذيك هذيك شو هذاك شكون؟ هذاك عظم. أيوة سيدي الحاج شوف 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 شكون هذيك؟ شو 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 نشوف؟ شوك العزوزة. عزوزة أنا هي أنا هي اللي تبيع في الملاسوكة والدسيسة. ها هيك أقلي هذا الزنكة. إيه إيش بيها؟ إيش نعمل لها؟ ما عرفتهاش أنت هي؟ وين نعرف على بلاها منين؟ تعرفها انت؟ هذيك عزوزة متاعك على الزنكة. ها؟ متاعك على الزنكة؟ زنكتنا احنا. اما لا زنكتي انا. اوه عيشوشة هي من جد. شوف مدرحها يا سيدي ومقواها ما تنفذ شيء. ايش 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 يا مرزوق ندكوا عليها شوية راهي ما عندها وين يدير الريح. ايش 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 انشدها 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 قل لها قداش تزينا ملسوق مليه. اسمع يا عمي يا عمي العزوزة هاي الملسوقة ابا قداها تزينا ملسوقة؟ اش تحب خذ كيف الليل مو تقولي بقداش تيب الهمة؟ ما 40 ملي متزين. شنو شوف هك الملسوق كايد لي نقش بالله والكبر وهي وخفت. يا اخي هذه ملسوقة ولا ورقة بتاع رشتة؟ ما نعرفت على جد بوها. اي كان عجبك شريت ما كانش ثنية قدامك. يلا او عسيرين في التزينة. لا 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 باية لا باية باية لا باية ملسوقة هايلة خصوصا توا قدامنا عيد هذه تصلح لتجديد اقبالي عاد. هايلة ياسر. هيا فايتشي من زمان نتاعك اش يقول فمي توا انت ياك هو مالتك زعيم كيف تمقعين وتمقصيس ظاهر عليك وكل ملسوقة للحق. لا الحق حتى هي ملسوقة ترمي عليها الحبلة انت هك عاملتها مصيدة للذبان والغبرة ولا لو ساخ عليها قداس اللي يأكل منها أبريكا يدك أحذاها. يا حسرة يا زميع. اي الورقة متاعي تشوف فيها وجهك تسخيل هالملسوقة تعمرتك اكلي كيني
ضربها الورشكين اتعدى من هوني يزي بلا تلبيق ترى ما مستك شايب. يا حسم يا بنتي يا حسم يا سيدي الهاج شوف الجزار ينادي لك. زوز يا ام الحاج يا ام الحاج يا ام الحاج شنو هاي ايش تفضل عند الحمات هاي اليوم هاي الله يبارك الجزار عيط لك اللي باقي ورايا باقي تمرش فيا شنو ايش تحب هاي باه هاي تفضل يا ام الحاج تفضل او عنوش التحليب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساكم بالخير. الله الله يعينك. الله يبارك فيك يا عم الحاج. استحب سلطه قصمه كتف تستناني خليني ساعه نجم نتعدى هالهم اللي واقع في عقلك يا عم الحاج. في عقلك مثلا عشان نستنى بقى يقبل المرويطه بالوسط لا شبد على اليمين ولا على اليسار. معي انا يا بابا. اي اي عليك انت مال على شكون شوف ثلاثة ماشي حد في هالحضبة اللي عندي مرويطة كيفك وصابتها في وسط النهج وغصة كيف هذه وانت باهت في وجوه العباد. ايه نتفرش في الوجوه المقلب اللي كيف وجهك. ايه صحيح يا وجه بندير الطلاب يا عينين البلالو شوف هالخنافر عليك كأنهم مدخلت بابور طواش. اذا انت دزي بالاقباحة لنصورك تصويرة عام ونار. ايه لا صوروا تصويرة عينيك العمشة خير. عيني العمشة شبت النار انا مازلت بيك. خو يا زهر 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 خو يا حتى هو كبير شوف اللعبة يا ودي على الشيطان يا عمي إيه ربي سلط عليك لي ما يخافش منه. وليه وعصبية وليه وعصبية واحدة مع بعض يا غشاشة يا قلابة يا حوافة المليح فيكم اذبحوا من قفاه يتحلوه بزمزومته. قلت لكم شي قلت شي من دولار راهو ربع راهو كيف العلفة ما يطيب الا بالزر ما يحب يمشي الا ما ياكل كفين ومجلغة يسقط وقت ديروا العن الشيطان استنى باش نكنس كبير من البرمج سيب يا عمر سيبني سيبني ايش سيب انت يا سيب يا رجل شو هذا ربي لما نكن سوق البرمجة اليوم ما هوش ممكن هذا يا سيب شوفوا شوفوا شيء باش عمل فيا هكا كسرت لي سلعتي شغاله وزوج سعاد وثلاثة كيسان ورا سمي مالي مسيب كل يوم انا ما تحتيني حق سيب والله من عيني يزي وقف والله مالي مسيب توا تعيا تقبض عيط الحجر يعطيك الحجر يعطيك الحجر على زروسك احمد ربي اللي مسك كسرت لك شي راسك زاد عليا يا اللي ما تحشمش سيب سيب يا سيب والله اللي مسيب ولا ما تعطيني سلعتي اليوم يا عقاب هامل يا عقاب هامل وربي اللي مسيبك اليوم اركع سيب يعطيني حق يا سلعة بايدة سلعة بايدة كيف وربي ما نسيبك لما تعطيني حق اليوم اسكت يا لعمة يا سيدي عبد القادر شو صار يا سي عبد القادر اخلط الحاله فيها الناس يا سيدي ايجا اخلط يا سيدي اخلط ايجا ايجا شوف ايجا شوف ايجا ايجا شوف ايجا كيفاش حايسين فيا هالكمشه اش يقول بامي بالحرام هذاك الا ما يحطكم في الحبس ما شنو تشبيهك فهمني وما تعرفوا ايش قيمته استنى بشويه فهمني شنو اللي صار ساعه شوف شوف شو عمل لي معاوني الكل كسر وحالتي عليه له شفت ما وش عملوا فيا ها شفت شو عملوا شو اللي عملوا فيك انت يا عم الحاج ما شوف شو يا بابا اسكت يا ربي يهدي ودي قول ايش عملت لي ها قول ايش عملت معوني كسرت وش تحب اكثر من العمال هذه ودي ايش عملت لي ماكش زاد ما عليها بساق البرويطه بتاعك شويه لك كسرت لي ساقي شو ها بركايبي مزلوعه قل له قل له قل له قل له قل له هيك ظالم عاد كيفاش تحب تصدم عليه وما يعمل لك حتى شيء وما يدافعش على روحه لا يا سيدي باللازمه هو الظالم يا اخويا اسمع انا مانيش من نفسه اما يعطيني حق معون اللي كسروا ولا نمشي ولد لكم يسهر مليح يا سيدي قداش حقهم المعون اللي كسروهم لك هذوما ولا شنو فما شغال ب 200 مليم ثلاثة سحاب 150 وكاسين ب 100 مليم يجي 450 مليم سارق وخطاف حتى 100 مليم ما يعملوا شد يا سيدي هاك 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 اش قايل المكسر الدقدقه المشقوقه اللي تبيعوا فيهم في البراوت نتاعكم لو كانوا باهين ما وراهم في الحوان اش في الحوان تبلوحه وانتم تبيعوا في البراوت شد هاو الفلوس نتاعك خوذ عاملين كل سلعه مسوده كان مش رعيتك فهمتني ولا ما تاخذ حتى مليم في الحقيقه اي
وفهمك شنو معك. اما صح عليك. فهموا فهموا راهو قبيح واسمه ياسر. صح عليك والله يحرز لك. هيا بلك واحد تذرى الف عيد. اسكت علينا انت. اسكت. هيا بربي يشتزك توا. الله يهديك. ديما نوصي فيك اخطاك اخطاك يا عم الحاج وانت عمال زايد على قدام. ما هذاك الكل من جردك. من جردي انا؟ هاي شن مشي واي هاي. هاي يمشي عاد؟ هاي هذا ماشي. من جردك. اي نعم. اي نعم. بالك من جردي انا شو جردك؟ من جردك. اي نعم من جردك. جردك انت ومرتك. عجيب كيفاش؟ فجينا احنا. فجيتوا ماله ماني سمعت بيكم جايين تتعشى وحدانا. يا اخي خرجت باش نخذي. اي هاك تشوش جاري واش لسني انا لو كان مش انتم. الله لا يجعلنا جره يا سيدي. قسم على الله من هالعشاء ولا شنو اللي تقول. اذا كان عشانا بحذاكم باش تكلف بنازله ونشوف اش مش اشتبعها مش لازم يا سيدي. اي الله غالب. هو توش مازال المغرب الساعه 7 دراج مش يحضر العشاء. الله غالب. هذا شيء فوق جونتي. تعرفوني انا ما نجمش نتوقع وجه ونسكت. فوق جونتي فوق جونتي. ملا يا سيدي في اوضه اللي احنا باش نتعشاو بحذاكم. ما تعرفش كيفاش يجوا انتم تعشاو بحذانا والمقصود حصل خير من اللي عاد رصينا على الضحضاح جمله. لا منا لا منا. اي كيف كظهر لك انا مرش مانع مرزوق. يا مرزوق قسم. انا برمشي. اسمع ايوه ولا كيفاش تحب برمشي لدرس ديك الحاج وجيب امك حليمه معاك قولها باش تعشاو في درس دي عبد القادر. فهمتني ولا وما تحرك اللي انت وياها. اما ليه الله مش يبارك. مش بالزاويه قولها في دار نسيبي عبد القادر مش سيدي عبد القادر. ايوه مو على خاطر بوها ماك تعرف هو شيخ طريقه صحيب عشاء في الزاويه. قولها عبد القادر نسيبك. اسمع 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 معني مليح. ايوه اسمع اسمع يا مرزوق. انا ايش ايش ايش. قولها اسمع تمشيش عاد تقول لها حاجه. قولها سيدي الحاج سقطوا عليه نحاولوا استوشوا باللي فيه وعمل عركه. لا 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 قلها ولعبت عليه السفره هزيناه دايخ لا البدار بنته وما في عينه بلع ومن جي الغادي. يا عم الله هدلي مش هكا سي عبد القادر. بابا بكا سيدي هكا. يا بابا الحاج كلوف بقلم أحمد خير الدين وإخراج حمودة معالي.